السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ ان شاء الله هعمل لكم بيتزا. اقول لكم المقادير. بص، انا حاطه سكر وملح وخميره ودقيق، كيلو ونص دقيق. ممكن تعمليه وانت مش شرط تكتب لي كميه كبيره، بس انا عارفه ان عاوزه اعملها كميه كبيره شويه. انا طبعا ما عنديش حاجه كبيره فعاجن فيها. بسم الله. نحط كميه ميه علشان بس انا مش عاوزه الدقيق يبقى طري قوي، لانه هو بعد ما بيخمر بيبقى طري. بس انا قلت اجرب كده الكميه الكبيره. يعني دي عجينه البيتزا، بقول لكم برضك الحاجات اللي بتتحط عليها على حسب ما تحب. يعني بس انا هعملها النهارده بالفراخ ان شاء الله. يعني العجين شويه كده يبقى عامل كده يا جماعه.
لبن تغلى مية تاني نعملها مع بعض. نعجن شوية تخمر وأوريها لكم بعد ما تخمر إن شاء الله. السلام عليكم، أنا رجعت لكم بطريقة عمل البيتزا بقى نفسها كلها على بعض. وشوفوا بقى الحاجات اللي أنا عملتها جهزتها قبل الفيديو عشان ما أطولش عليكم. دي الصلصة بتاعت البيتزا، بتعمل زيت وتحط فص الثوم والصلصة، وساعات ممكن ما تعملهاش بالثوم لو حابب مش بتحبوا يعني الثوم. الطماطم قطعتها مكعبات وغنمة، الفلفل ده فلفل رومي قطعته، ده زيتون مخلي من عند السوبر ماركت، ده فلفل بقى حار انا بحبه. الفراخ عملتها غنونة مكعبات وغنمة. دلوقتي بص العجينة خمرت، هقطعها بقى دوائر. بص يا جماعة انا عملتها دوائر اهي. ما انت عاوزه صغيره كبيره براحتك، على حسب ايه الصينيه اللي انت هتعملي فيها. Come on.
فكرة كيلو ونص تقريبا هيعمل 6 أو 7. بصوا يا جماعة، انا هاخد واحدة وافردها بقى في الصينية، هحط شوية زيت عشان ما تلزقش. هفردها بايدي يا جماعة عشان بتاع اللي بتفرد مش هتيجي في دي، هفرد على طول واحط الحشو على طول. انا بفردها لسه يا بطه، اصبر يا بطه، بطه مستعجل عاوز يحط الاكل، عايز ياكل. اصبر يا بطه عشان تبقى حلوه، اصل هو بيحبها قوي. هعمل بالشوكة كده، نلعب بقى يا جماعة. خدت بالك المكرونة جبنة براحتنا بقى، نلعب 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 بالجبنة الموزاريلا كأننا بنعمل كورة. بص انا جايبة جبنة موزاريلا النوع الحلو اللي بحبه بصراحة، بلدة، بس انا ما لقيتش الا دول. Thank you.
البيتزا يا جماعة هروح اشويها وكده. يا رب تعجبكم ان شاء الله، واوريها لكم يا سيدي بياكل منها. استنوني بقى، دي شكلها بعد ما طلعت، وان شاء الله تبقى طعمها جميل وتحفه. هدوقها واقول لكم رايي. رجعت لكم تاني وهدوق معاكم. بسم الله، تحفه. ايه رايكم؟ طعمها تحفه، جميله قوي صح؟ ما شاء الله. انا ممكن بقيت البيتزا اكلها كلها بالهنا والشفا لوحدي. انا حبيت اعرفكم الطريقه والطعم جميل جدا، وتابعوني ان شاء الله اعمل لكم فيديوهات كتيره بردك عن الوصفات الاكل ان شاء الله تعجبكم. اعملوا سبسكرايب للقناه وفعلوا الجرس واعملوا لايك وشير للفيديو.